هذا يسأل يقول إن متابعة المؤذن سنة، إنك تقول مثل ما يقول المؤذن، إذا كبر تكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كذلك تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. لكن يقول إذا قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ماذا أقول؟ تقول مثله، تقول الصلاة خير من النوم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولا يستثنى من هذا إلا الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، ما تقول مثله، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لما جاء في الحديث.